في وقت بقى السوق فيه مليان بخيارات كتيرة، أصبحنا محتارين في المعماريات الجديدة. مع أننا ما شفناش فرق كبير بين هازويل وسكاي ليك في المعالجات من انتل، ولكن ترجع وتنزل بالجيل السابع من المعالجات المعروف بكود نيم كيبي ليك. وعشان تكون دي أول مرة من 10 سنين انتل تخلف فيها القاعدة الشهيرة بمورز لو ويبدأوا يتجهوا لسكيلينج جديد، أمر محير جدا فعلا. تعالوا نشوف بالتفاصيل اللي حصل مع آخر إعلان عن الجيل السابع من المعالجات، وإزاي خطة انتل في السوق بدأت تتغير في آخر فترة. قبل ما نبدأ نتكلم عن المعالجات، تعالوا الأول نعرف خطة انتل بتمشي ازاي في السوق. في قاعدة كبيرة معروفة باسم مورز لو بتقول ان كل 18 شهر تقريبا حجم الترانزستور بيقل في التصنيع، ومعها طبعا بنشوف اداء اعلى لانك تقدر تحط عدد ترانزستور اكبر في نفس مساحة السي بي يو داي اللي عندك. القاعدة دي فضلت انتل ماشية عليها لسنين طويلة لحد سنة 2007 بدأت تعرف العالم كله بمبدأ رهيب معروف باسم التيك توك موديل، بحيث ان يكون ده هو مسار انتل في كل السنين اللي بعد كده. ببساطة في كل دور التيك بيحصل ان دقة التصنيع بتصغر اكتر. فمثلا اي في بريدج ده كان تيك، اتحول عنده دقة التصنيع من 32 نانو ل 22 نانومتر. بيجي بعد كده دورة التوك زي هازويل مثلا، يوم واخد نفس دقة التصنيع ويفضل يحسن عليها في احتياجات الطاقة والسرعة والأداء والكفاءة، ويتعمل منها مايكرو أركيتكشر جديدة كليا. وهكذا من 2007 فضلنا مستمرين على نفس الخطة. نكمل بعد كده ونشوف اللي حصل في الجيل الخامس اللي معروف باسم برودويل، ده كان تيك وبالتالي دقة التصنيع قلت ل 14 نانو، وجي بعدها سكاي ليك في الجيل السادس عشان يحسن عليها ويدينا مايكرو أركيتكشر جديدة. هنا بقى هنقف دلوقتي. المرحلة اللي احنا مقبلين عليها المفروض دقة التصنيع تقل، من ناحية عشان تفضل متماشية مع مورز لو، ومن ناحية تانية عشان تكمل التيك توك موديل. وهي دي الصدمة اللي كلنا شفناها مع الجيل السابع، انه مازال على نفس دقة التصنيع ل 14 نانو بتاعت الجيل الخامس. هل انتل كانت جاهزة بحاجة زي كده؟ طبعا كانت جاهزة. اكيد كلكم لاحظتوا ان معالجات الجيل الخامس ما نزلتش على السوكت الاعتيادي المعروف باسم LGA1150، لكن نزل على السوكت الاكستريم اللي معروف ب LGA2011V3. شفنا معالجات الجيل الخامس في اللابات وفي بعض الاجهزة الكاستم المتقفلة جاهزة، ولكن ما شفناهاش خالص في السوق بتتباع. وبرغم ان في ارقام نزلت على النت وانتل اعلنت عنها رسميا، الا انها عمرها ما وصلت السوق لحد النهارده. والجيل السابع خلاص نزل اهو، وما زالت معالجات الجيل الخامس غير معروف ايه مصيرها. كان متوقع بعد الحركة دي ما حصلت ان الجيل السابع هينزل بنفس الدقة القديمة، حركة صحيحة من انتل عشان تكون انت كمستخدم للجيل الرابع يبقى مفيش قدامك اي طريق غير انك تطلع للسوكت الجديد LGA1151، لان مفيش قدامك اي خيار ابجريد تاني على نفس السوكت بتاعك. برغم ان انت لما تيجي تشتري بوردة عالية في الجيل الرابع دي الكلمة اللي بتلاقيها، لكن خلاص اصبح ملهاش لازمة حاليا. تعالوا بقى نرد على شوية أسئلة. أول حاجة، ليه انتل عملت كده؟ الفكرة بسيطة، دلوقتي انتل بتصنع الترانزستور تحت لوجيك فاميلي معروفة باسم CMOS أو Complementary Metal Oxide Semiconductor، وانتل كشركة قائمة في الأساس على فكرة الترانزستور، وموضوع انك تصغر حجم الترانزستور ده صعب جدا وبيكلفهم أبحاث طويلة وصعبة. ولكن لحد امتى الترانزستور هيفضل يظهر؟ أكيد في حد للوقت ده. طب انا قلت من شوية ان انتل قائمة على فكرة الترانزستور، فلو وصلوا الحجم خلاص ما ينفعش يصغروا عنه تاني، ايه اللي هيحصل بعدها؟ طبعا الشركة هتقف نهائيا. وبرضو عايزك تلاحظ معايا ان كل ما الدقة بتقل اكتر كل ما يكون انهم يصغروا اكتر بيكون اصعب. يعني عشان يروحوا من 22 نانو ل 14 نانو دي كانت صعبة، وعشان يروحوا من 14 نانو ل 10 نانو دي هتكون اصعب بكتير جدا. فالامر بيكون فيه تحديات، عشان كده انتل غيرت خطتها لان اصبح عملية التصغير اصعب بكتير عن زمان. ده غير ان الموضوع بيكون فيه دراسات جدوى للمنتج في السوق، وهل هيكون سعر البيع متناسق مع تكلفة التصنيع والابحاث ولا لا. وعشان كده احنا مش هنشوف العشرة نانو في السوق لحد النص الثاني من 2017 بالقليل جدا. اللي هيكون الكود نيم بتاعه هو كانون ليك. بس هل ده السبب الوحيد لعملية التغيير دي؟ برضو لا. لكن قبل ما اقول السبب التاني عايز اتكلم في نقطة اهم. هل بعد ما الترانزستور يوصل لاصغر حجم ليه مش هيكون عندنا اي مجال للتطوير بعد كده؟ طبعا لا. في شركات حاليا بتجهز لتكنولوجيا جديدة ومستنية الوقت اللي فيه انتل تقع من السوق
عشان ينزلوا باللي عندهم. من الشركات دي مثلا اتش بي بتجهز حاجة جديدة حاليا اسمها الميمريستور، وعندهم فريق بحث كامل تحت عالم كبير اسمه ريتشارد ستانلي ويليامز. الميمريستور ده هيكون عنصر جديد في الاي سيز وهيغير العالم بالكامل، برضو هنعمل عنه فيديو في المستقبل عشان نتكلم بالتفاصيل اكتر، وفعلا ده هيكون من الفيديوهات الممتعة بإذن الله. نرجع تاني للانتر. دلوقتي بقى في مشكلة كبيرة معروفة عالميا باسم سيموس سكيلينج، اللي هي عملية تصغير الترانزستور. تعالوا بقى نبص على الجملة اللي تعتبر ربطة كل ده ببعضه في مقولة قالها مور سنة 2003. الجملة بتقول No exponential is forever but forever can be delayed. المقصود هنا بكلمة exponential هو قانون مور، لأن قانون مور كان بيتكلم عن التغيير الاكسبوننشال في دقة التصنيع بتاعة الترانزستور. نشرح بقى الجملة كلها على بعضها. هو بيقول ان مفيش تغيير من نوعية exponential هيفضل موجود للأبد، ولكن الأبد ده ممكن يتأجل. ده بالظبط اللي بيحصل قدامنا حاليا، ان الأبد ده بدأ في أول مراحل التأجيل عن طريق انهم غيروا نظام التيك توك القديم وبدأوا في نظام جديد حاليا، وكل ده عشان خاطر شركة زي انتل لازم تفضل تصنع بتكنولوجيا الترانزستور لأطول فترة ممكنة، وإلا الشركة هتنتهي. وهو ده السبب التاني، والتمهيد اللي أنا قلته قبل السبب عن موضوع HP ده كان عشان أوضح إن إنتل بتعيد حساباتها لأن في منافسين موجودين في السوق حاليا. عموما في ناس كتير دلوقتي هتكون قاعدة بتسأل مين مور ده اللي أنا عمال بجيب سيرته من أول الفيديو. ده يبقى أحد مؤسسي شركة إنتل وصاحب قانون مور الشهير اللي تصنيع الترانزستور ماشي عليه. إذا بعد كل الضغوطات دي في الآخر كان لازم انتل تسيب شوية مبدأ التيك توك وتبدأ تنتهج مبدأ جديد في الفترة الجاية معروف باسم 3 phase model، وده هيكون فيه 3 أطوار. أول تور ده شبيه للتيك، فاللي هيحصل فيه هو ان دقة التصنيع بتقل. بعد كده تور الاركتكتشر وده زي التوك، وبعد كده تور الاوبتمايزيشن اللي عامل زي إعادة مراجعة وخلاص مع إضافات صغيرة جدا. هنقف في الفيديو ده لحد هنا، وبإذن الله في خلال الأيام الجاية هينزل فيديو مخصوص عن معالجات الجيل السابع الجديدة. هنشوف بقى إيه المميزات الجديدة دي وهل تستحق إنك تشتريها ولا لا. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع كل أصحابك وتشترك في القناة من السبسكرايب عشان يوصلك آخر فيديوهاتنا دايما. برضو تقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن تحت الفيديو. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.